بيليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليا انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنه ولا قد أعراض الانسحاب مع إني عارفة إنك طريق أخره سراب لنا أدرى من حبك أخف ولا قد موضوع التأشيرة وجواز السفر ده ممكن أسابيع ممكن شهور بس أول ما يبقى ورق الجاهز تقدري تشتري التذكرة الموضوع كله يا ست هانم هيكلف 70 ل 80 جنيه يا رب يا رب ردوا علي يا رب أنت قاعدة معانا هنا شوية؟ مش عارفة والله شكلها كده تفتكري أنا ممكن ألاقي شغل هنا يا جليلة؟ ولا أخدها من قصرها وأرجع؟ أنت شايف إنك كنت معاك هونيك بالبيت يا فريد؟ يمكن كنت معك هونيك بحكم اني مرتك بس من يوم ما رحت لك وانا مش حاسه اني معك تكنتي اللي جابك لا ده انا اللي المفروض اني اسالك ولا هو انا خبل وقت اهي جات لكم اللي تكسر بنفس بلد تحاول تبسط اللي حواليك تعمل نفسك انت كمان مبسوط لكن الحقيقه حياتنا كلنا مش كويسين بكره لو ما جيتليش هاجي لك انا ادخل عجبك العرض صح؟ انت برضه مستنيه رايي بعد كل التسقيف اللي بره ده؟ يعني احب اسمع برضه الست عمرها ما بتزهق من الكلام الحلو بس انا مش بعرف اقول كلام حلو صح وقلت لي كده من اول يوم لكن طلعت خلبوس كبير يا فريد
لولا. على فكرة أنا مش متضايقة إنك طلعت متجوز، أنا مش غبية، عارفة كويس إن اللي بينا ما كانش رايح في سكة الجواز، أنا بس مستغربة إنك خبيت عليا. عشان كده جيت النهاردة عشان أفهمك. فاهمة، أكيد صعب عليك إنك تعيش لوحدك، ولو إن كان عندي استعداد أملى عليك الدنيا، أنت بس اللي سايب مسافة وخايف تقرب قوي. إيه؟ خايف لا تحبني؟ أنا كنت خايف عليك أنت لا تحبيني. فاهمة برضو إنه أكيد ما كانش سهل عليها إن هي تعيش في بلد وأنت في بلد، بس اللي أنا مش فاهماه هو الوضع دلوقتي هيبقى إيه؟ مش هيبقى في وضع يا لولا. أنا فعلا بحاول أبني ليها وليا حياة هنا. هتزهق. أحاول، بس كان لازم نقعد القعدة دي. أنت كنت مسافرة لما هي جت، يعني أنا كنت حاسس إن كان لازم أجي أودعك. لا لا فريد، الوداع ده لما يبقى اتنين هيبطلوا يعرفوا بعض، لكن احنا اكيد هنفضل صحاب. مين عارف، مش يمكن لما تبعد شويه تلاقي ان مفيش حد يقدر يساعدك قدي، خاصه ان اللي قدامي ده مش وش واحد مبسوط خالص. انا لازم امشي. مش هتشوف الرقصه الجايه؟ يوم تاني، لازم اروح. كل رجاله متجوزه كده دمها تقيل. امشي امشي. لو بتصرف من دماغي زي ما بتقول ما كنتش هقول لك قبل حتى ما فتح مسيو رمسيس. عال يعني انت بتاخدي رايي وانا بقول لك لا؟ لا ليه يا امين؟ ده المفروض احنا اللي نحس بيها، لان كل واحد فينا ظروفه منيله، يعني المفروض نفهم ونقدر. انا ظروفي مش منيله الا لو انت مستعريه من شغلانه الجرسون. انت هتلخبط بقى. وظروفك انت اللي اخترتيها وسبت الدنيا كلها عشان خاطر المغنى اللي لحس دماغك. خلاص احنا ظروفنا زي الفل، ده يخلينا نقف جنبها ولا نديها ظهرنا ونقول ملناش دعوه؟ نقول ملناش دعوه طبعا. مش كفايه السكن اللي هي شركتك فيه واحنا اللي عارفين اصلها ولا فصلها؟ ده غير جيرانك اللي بيتكلموا عن المغنواتيه اللي بتشتغل في التياتر وبتسهر لوش الصبح، كمان نجيب لهم واحده هربانه تعيش معاها. والله المغنواتيه دي لا ضحكت عليك ولا فهمتك انها رهيبه في الدير، وبعدين لقيتها واقفه على المسرح. انت عرفتني وانا سايبه الدنيا كلها ورايا زي ما بتقول علشان اغني، ومش فارق لي بقى الناس تتكلم ولا ما تتكلمش، ادام انا وانت عارفين اني ما بعملش حاجه غلط. مش القصد يا جليل، بس اتامن لها منين؟ وكمان جايبها تشتغل معاكي هنا في التياترو، افرضي طلعت ماشيه ماشيه بطال ولا حراميه؟ ايش ياخد الريح من البلاط؟ يا امين، دي واحده وقعت قدامنا واحنا الاثنين استلقيناها، نقوم نسيبها عشان ساعتها ما يبقاش قدامها غير السكه البطاله زي ما بتقول. ميرسي. بس انت دكتور شاطر، يعني انت شايفه ان كل اللي فكروا يكتبوا كانوا فاشلين في شغلهم الاساسي عشان كده قرروا يكتبوا؟ مش شرط، بس بعرف انك بتحب شغلك. ده صحيح، هي كانت مجرد فكره عابره. غالبا تجربه السفر الجديده عليا وقتها كانت محمساني ان انا اجرب حاجات كتير. وجربت اشياء كتير يعني وانت هونيك؟ يعني وزي ما قلت لك كانت كلها افكار عابره، بتتولد وتموت في نفس اللحظه. كنت بدي اسالك سؤال انت جاوبتني عليه قبل، بس بيتهيألي كانت اجابه ناقصه. شو اللي خلاك ترجع من باريس وما ندمت على هالقرار؟ انا رجعت لما البعثه بتاعتي خلصت، حسيت ان انا محتاج اطبق الحاجات اللي درستها هناك، وبعدين ما استحملش البرد هناك. بس هيك؟ وعشان ارد على النص التاني من سؤالك، لا ما ندمتش. يمكن في لحظات فكرت فيها ان انا اسافر تاني، وبعدين قامت الحرب وحسيت انه كويس ان كنت موجود هنا وقتها، والا اهلي ما كانوش استحملوا من القلق عليا. وبعدين حصل موضوع يوسف، كان لازم أكون جنبهم في وقت زي ده.
حبيبتي ليلى، لو بس كنت أعرف يوميها اللي مستخبي لينا، ما كنتش سبتك من حضني أبدا. أنا عايزاكي تعرفي إني مش ههدى غير لما أجيلك وترجعي لحضني يا قلب ماما، وساعتها عمري ما هسيبك تاني أبدا، ولا هسمح لحد يبعدنا عن بعض. سامحيني لو هتأخر عليكي شوية، مش بإيدي. في يوم هقعد وأحكي لك وأشرح لك، وهتعرفي إن مفيش حاجة كان ممكن تبعدني عنك غير الشديد القوي. ولحد ما اليوم ده يجي هفضل أكتب لك، حتى لو اللي بكتبه مش هيوصل لك دلوقتي، بس في يوم هتقعدي وتقري، يا معايا يا من غيري، بس المهم إن الحكاية هتوصل لك زي ما حصل، وساعتها يمكن تقدري تسامحيني. بس أنا بصراحة خايف عليكي من الزهق. هو صحيح البلد هنا حلوة، بس مش كبيرة زي مصر. بفتكر من هلأ لنانسي أتكبر شوي، ما بحياتي رح أفهم شو يعني زهق. أنا طول اليوم مشغولة بنومة وبأكلة وبتسابة، وهاليومين بالذات مش زهقانة أبداً، لأنه عم نقضي وقت مع بعض وعم نعمل أشياء سوا. أنا عارف إني كنت مقصر، يمكن عشان متعود على العيشة لوحدي، ويمكن عشان ظروف شغلي صعبة، مواعيدي مش مظبوطة. أنا ما أدري هالشي، وما أدري أنا كم بجرب تغير هالشي كمان. لو سمحت ممكن إزازة تانية؟ حاضر يا فندم. صحيح، خيرية قال بدها تروح أول الشهر على بلدها كم يوم، قال عندها عرس بنت عمها وبدها تحضره. أنا ناوية إلا لأ، يعني مش وقته، فيها تنطر لأول السنة. هو الفرح هيستنى لأول السنة؟ لأ، بس مش ضروري تحضره، يعني مش رح يفوت أشياء لقدمهم. بس لو غابت يومين ما أظنش هيبقى في مشكلة، البنات دول بيبقوا غريبة يا عايدة. هيدا بيشبه حبك للروايات. ايه دخل الكلام اللي بقوله بالروايات؟ وما له علاقة كمان بالواقع. بتعرف؟ أنا هيدا الشيء اللي خلاني ما أحب أقرأ روايات من أنا وصغيرة. الروايات بتخليك تصدق عوالم خيالية، تضلك تدور وتركض وراها كرمال توصلها، وهي بالحقيقة مش موجودة غير بخيالك أنت واللي اخترع الرواية. فولا بتوصل له ولا بتعرف تعيش الواقع اللي انت عايشه. في ايه يا محمود؟ لسه سايباك في البيت من قيمة ساعة، عاوز فلوس؟ لا فلوس ايه بس، غيري بسرعة يلا يا انيسة وتعالي معايا. اجي معاك فين؟ انا لسه واصلة الشغل. فهمني طيب ايه اللي حصل؟ مفيش، بس ابوكي تعبان شوية. ابويا مالي؟ تعبان ازاي؟ صباح الخير يا انيس، انت كويسه؟ في حد مضايقك؟ لا لا، ده محمود ابن عمي. ابويا ماله يا محمود؟ لا اله الا الله، محمد رسول الله يا سيدي. ما تقول لها في ايه، وقعت قلب البنيه. ابويا مات يا محمود؟ اسلوبي طولك، اسلوبي طولك، احنا في الشارع. ايه اللي بيحصل يعني؟ مفيش حاجة حضرتك، احنا داخلين اهو. يلا يا ابو روحي انت، ادخلي انت، ابوها تعيش انت. لا اله الا الله، لا يا حياتك، حياتك الباقية. ما تروح توقفي لها حنطور. لا البيت قريب، احنا هنتمشى. يلا يا انيسة. مش شايفك، خد امسك، خد امسك، انا زي اختك. امسك، خد خد امسك، روح هات حنطور. يلا ادخلي جوه، قولي لهم ان انيسه هتغيب النهارده وانا همشي معاه. بس وهي ابوها مات، وانت
انا ما اقدرش اسيبها غير لما اطمن عليها. بقى هتاخد اجازه عرضه، انما انت يا نعمات مش مهم، اخصم لي اليوم ان شاء الله حتى تجازيني، بس انا مش هسيبها لوحدها. خليك انت يا ابا. بس يا بنت اللي خليك انت ده حبسوله ياسين. طب اقريها في سرك، اقريها في سرك يا حبيبتي. معلش معلش يا ابا، بس الدنيا تبقى تمام قدامك يا بنت. على مهلك يا بنت، قلبك هيتخلع من مكانه. كويسه يا بنتي. احنا هنبعد عن مدخل الفندق دلوقتي، هنبعد بعيد يعني عشان الزحمه والدوشه. انا ما بتكلمش عن الزحمه، انا بتكلم عن البنت اللي بتعيط دي. ابوها تعيش انت بقيه في حياتك يا بنتي، حياتك الباقي. اديها دول وشوف لو محتاجين اي حاجه يبلغونا. امرك فوق. صدقي بيبي عزيز بيقول لك لو احتجت اي حاجه بيبي بلغيني. تياترو؟ ما عندهمش شغل في اللوكاندو. انا عارفه ان بياعه في التياترو مش شغل انا قد كده، بس ده اللي موجود لحد ما تلاقي حاجه احسن. بس انا عمري ما اشتغلت. مش عايزك تقلقي، المكان مش وحش زي ما انت فاكره. اللي بيجوا المكان كلهم كبارات البلد وكتير منهم خواجات، وانا موجوده وامين موجود، يعني مش هتبقي لوحدك. انا قلت له انك ممكن تبتدي من بكره، ولا عايزه تستني؟ ليشيك حملتيها؟ شكلها عملتها عن جد. خيرية؟ عقبالك. لا نشوف بس يجي دوري كيف رح تتصرفي. غيري لنا انت لابسي عرف مطفوف الروز. كنت عم فكر اعمل عزيمة، شو رأيك؟ انتي سمعتي كلام طنط مجدة وهتنفذي بسرعة كمان. لا يعني عزيمة صغيرة، انت وبيك وعزيز وطنط مجدة، هيك بنتغدى كلنا سوا. ما يكونوا رجعوا من السفر؟ ايه فريد قالي رح يحضروا العرس ويرجعوا دغري. طيب لو حتعزمي طنط مجدة يبقى لازم تعزمي صوفيا. طنط مجدة وصوفيا بعزومة واحدة وبنفس البيت؟ انت شو صاير لك براسك؟ وحياتي يا عايدة، خلينا نضحك شوية، تحب حتة فصل. رح اسأل فريد. ما تبقيش بايخة بقى. أنا اللي بايخة ولا أنت اللي شريرة؟ طب يلا عشان الأوتوموبيل وصل أخيرا، مش عايزين نتأخر أكتر من كده. خلينا أجيب أغراضي. خلينا نمر على صوفيا بالأول. ليه؟ تنازمة. ما كنتش متخيل اني اشوفك هنا. هو الحقيقه انا بقابلك في كل الحتت اللي ما كنتش متوقع اني اقابلك فيها. ولا انا كنت متخيله ان انا هبقى هنا. المهم تكوني بخير ايا كان المكان اللي تكوني فيه. طيب انا هستاذن علشان مسيو رمسيس شكله ما هو مركز معايا. طيب خليني انفعك، متهيألي مسيو رمسيس هينبسط لو ده حصل. اديني علبة لاكي سترايك من فضلك. شكرا. سكي لابل؟ نامي سبيسيال؟ لا ابدا، البنت غلبانة وظروفها صعبة. خلينا نتفرج.
Mi spiace, non me ne serve un altro. Ma se vuoi posso chiedere a qualcuno che conosco. Sono italiani? Se fossero italiani farebbero proprio come voi, vendere le loro cose per poter partire, non comprarne di nuove. Non stai anche tu cercando qualcuno che compri il tuo negozio? No, perché non voglio venderlo. Non intendo partire. Siamo costretti ad andarcene, Sofia. Non è vero. Nessuno vi sta costringendo a partire. Ma capisco che siate spaventati, è solo che io non lo sono. Perché tu non hai nulla di cui preoccuparti. I miei figli sono troppo giovani per questa vita. Il nipote di mio marito è stato arrestato dagli inglesi ad Alessandria ed hanno preso tutti i suoi soldi. Beh, se qualcuno cercasse di avvicinarmi, ci sarebbero molte persone pronte a difendermi. E in realtà non ho bisogno di nessuno che mi difenda. Posso tenere a bada questa feccia da sola. Non cambi. E mai cambierò? Quando partite? Fra 2 settimane lei e il marito ci raggiungono dopo 10 giorni. Se vuoi mandare qualcosa a qualcuno in Italia, facci sapere. Quando vi mancherà l'Egitto e vorrete tornare, fatemi sapere. Sarò qui ad aspettarvi. متشكرة أوي. على إيه؟ تبي تفتكريني بالحلاوة لو الموضوع مش؟ موضوع إيه؟ الراجل اللي كان طالب يقعد معايا من يومين. لا أصبر بس، ما طلعش زبون من إياهم ولا حاجة. طلع عنده تياترو في مصر، وعجبته وأنا بغني وعلشان كده عايز يقابلني. بقى كده؟ وحياتك. ولا هو لما لقاكي صدتيه أول مرة؟ فاخترع موضوع التياترو اللي في مصر عشان أنت اللي تروحي له جري. حرام عليك يا أمين، الراجل شكله محترم والموضوع بجد. والكارت بتاعه هو لو محترم كان اداك الكارت بتاعه من الاول. انا مش فاهم، هو انت طيبه فعلا وبتصدقي كل حاجه ولا انت غاويه تلوعيني؟ انا لو عايزه لوعه كنت خبيت عليك. انا عرفت لما جيت وشفتك وانت بتاخدي الكارت. قصدي كنت خبيت عليك يوميها، وبعدين يا سيدي لما يجي المره اللي جايه اقعد معاه ونشوف اللي عنده. يعني هتقعدي معاه؟ كويس انك لسه هنا. نكمل كلامنا بعدين. كريمه مستنياني بره وهنروح سوا. على فكره قريبتك ولا صاحبتك اللي انت جبتيها دي شكلها مش راح تطول هنا. ليه بس حضرتك؟ دي خيبة خالص، مبوزة كده على طول. يمكن بس علشان مستجدة، يعني أصلها بنت ناس ومش وش بهدلة. ده تياتر ومش ملجأ، الناس بتيجي عندنا عشان تنبسط. يبقى شغلنا إن احنا نخليهم مبسوطين من أول ما يدخلوا لحد ما يمشوا. كريمة دي ما بتبتسمش. طيب معلش، ممكن بس تديلها فرصة يومين ولا تلاتة؟ وانا وعدك انها راح تتغير خالص وتبقى عال. هما يومين، يا تفرد وشها يا ترجعيها مطرح ما جبتيها. حاضر. انت من اهله؟ لا اجمادي مار. طب انت عارفه اول يوم نزلت فيه الشغل رجعت البيت اعيط وقعدت اقول لنفسي اني مش هنزل تاني. سلامه عيونك من العياط يا انسه. ما تخليك في حالك يا جدع انت. يلا يا جليله يلا. طيب هي جليله وانت اسمك ايه؟ لا ده انتوا مش ناويين تجيبوها البر بقى. يلا يا جليله بقى سيبك منهم. انتوا لو ما مشيتوش دلوقتي مش هيحصل. طيب طب ما احنا عاوزين نمشي بس نمشي سوا. لا فدي رسم التخوه بس ده سوء تفاهم بسيط، الموضوع ما يستاهلش اسامه. نروح ونشوف يستاهل ولا لا. عفارم عليك يا دكتور، يلا بينا على هناك. لا لا، ولا هنا ولا هناك، احنا مش وش البهدله دي. من غير بهدله ولا حاجه، بس الاسم هجيب لكم حقكم. مالوش لزوم، الحق حقنا واحنا مش وش اسامه. الظاهر اني فهمت غلط. انا اسف اني اتدخلت حقيقي يا اسف. ما بديهاش كل ده، هي طلعت مش متضايقه. شفتي بقى؟
تأخرت كتير. كنت سهران مع فيليب والوقت سرقنا. طب تعال. معلش أنا ما كنتش عارف إن أنتي عاملة عشاء. اتعشيت. ما شربت مع فيليب؟ ما شربت كاسين كده. طب بلا ما تشرب مرة تاني. طب تعشي انت وانا هقعد معاكي عشان ما احسش بالذنب ان انت قعدتي كل ده من غير عشاء. هو احساسك بالذنب هو اللي بيخليك كل مرة بدنا نقرب فيها على بعض انك تكون شربان؟ محاولة التفكير السخيف ده يا عيدة. يعني نعمله هو اللي سخيف يا فريد؟ إذا كنت بالأول بشتكي من انك بعيد فأنا ما في أتحمل انه يوم تكون قريب وثلاثة بعيد. انت إذا متعمد تجنني ما كنت عملت هيك. أنا مش قصد ولا حاجة من اللي انت بتفكري فيه. كل الحكاية ان انا راجع البيت متضايق شوية بس. ما انت دايما بترجع البيت متضايق وانا كمان اوقات بكون متضايقه وقلقانه وخايفه بس على قليلة عم جرب. مش انت قلت لي لازم نبلش صفحه جديده؟ لازم نطوي الصفحه القديمه لنبلش واحده جديده. يمكن انت تقدري تقفلي الصفحه القديمه وتنسي بس أنا مش هقدر أعمل كده. أنا ما قلت ننسى. أنا حتى لو جربت أنسى ما في. لأن بتضل نادية بنته. براحتك ما تتسحبيش انا صاحي. طب ادم صاحي ما قمتيش ليه؟ عادي كسلانه بس. انت لسه زعلانه مني يا جليله؟ عشان خاطري ما تزعليش. انا خفت بس في لحظتها ما هم قالوا نطلع على اسمه وانا ما كنتش عايزه ندخل في سين وجيم. ما كانش يصح تكسفي الدكتور بالشكل ده. انا مش عارفه اودي وشي فين منه. هتاسف له لو جيت تياترو الليله دي. ده لو لسه ليكي عيش في التياترو يا كريمه من الاساس. اطلعي غيري لنادا وبعدين خدي صينية الكبة على الفرن وقولي لهم انك بترجعي بعد ساعة. روحي عند نبيلة قولي لها تنده لنا بيها تجي تساعدنا. دلوقتي ولا وانا راجعة من الفرن؟ لا دلوقتي. تقولي بحاجة يا دكتور؟ جايزي لي نادية هاخدها معايا. صباح الخير. صباح النور. عايزة حاجة من برا؟ الغدا الساعة 2.
خليك انا هفتح. صباح الخير يا ابو. يا صباح الفل والياسمين. يا اهلا يا اهلا يا اهلا 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 امورتنا. اهلا اهلا بيكي. انا نعمات وانت كريمه صح؟ ارتاحي يا حبيبتي. مالك قاعده مكلدمه كده ليه؟ بتي دي مزعلاكي في حاجه؟ لو زعلتك في حاجه سيبيها وتعالي اقعدي عندي وانا اقعدك في حبيبي عيني. والله ابدا يا أبلة، بس اصلها نزلت امبارح الشغل وما عرفتش تبيع باتنين ريال على بعض، ومسيو رمسيس قال انها لو ما اتنحررتش هيمشيها، وبعد كده حصلت مشكله مع صاحب صدقي بيه، وانا خايفه لا يشتكي له ويرفدنا احنا الجوز. يا دي الليله السودة دي الوقعه دي. بس ولا يهمك، صدقي بيه ده زي البلسم يتحط على الجرح يطيب، عمره ما يأذي حد ولا يزعل حد، ما تخافيش منه أبدا. وإن جات على رمسيس، رمسيس مقدور عليه. إزاي؟ طب مش تفتحوا لنا القراطيس دي عشان ناكل منها وندوق كريمة؟ حاضر. ده أنا جايبة لكم سمنية وتمرية من البازار، إنما إيه؟ بس مناظركم الحزيني دي كبركم حب العزيز. قولي يا أختي فضلي يا أختي ضيفيني كده. خدي قولي لي بقى يا ستي، انت مش عارفه تبيعي ليه؟ ما حدش عايز يشتري. هو انت حد شافك عشان يطلب يشتري؟ يا أبلة دي فضلت قاعده في الجنب مستخبيه ولا كانها عامله. معلش عشان اول يوم تشتغل وتلاقيها مكسوفه. مش كده، اصل الشغلانه دي محتاجه جراءه وانا عمري ما اشتغلت قبل كده. الشغل ما فيهوش كسوف. مش انت قلتي انها متعقده وبتخاف من الرجاله؟ أبلة نعمت مننا وعلينا يعني. أنا هروح أصب الشاي. بصي يا كريم، شغلانة البيع دي عايزة منك تبقي ملحلحة كده وتوري في المكان، توري كده عشان الزباين يشوفوكي ويشتروا منك. أنا عارفة إنك خايفة من التياترو وخايفة من الرجالة اللي بيجوا التياترو، بس ما تخافيش منهم. الرجالة اللي بتيجي دول نوعين، نوع جاي مع الست بتاعته وده ما فيش خوف منه، والنوع التاني جاي يسهر يدور على ونيس، ودول غلابة. مش لدرجة غلابة يعني. يا بنت كلنا غلابة. الله، وبالأخص الرجالة دول، دول من غلبهم بيدوروا على أي حد يرضى بيهم إن شاء الله حتى يدفعوا له فلوس. ويعني عشان هم غلابة أنا استحمل قلة أدبهم؟ محدش يقدر يقل أدبه عليك، الست هي اللي في إيديها كل حاجة. أنت تخش على الراجل من دول على وشك ابتسامة حلوة ومؤدبة كده، ساعتها هتحرجيه وتاخدي منه الأمان، وملوش عندك حاجة إلا الابتسامة. خبرة تكوني ما بتعرفيش تبتسمي. تصدقي يا أبلة أنا شاكة. أهو 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 أي. لا دي بتعرف أهي، ضحكت أهي. يعني معقولة نكون بنبيع ورد صابح ووشنا يبقى دبلان؟ البواخر اللي بتيجي من الهند بالذات بيبقى فيها بضاعة عجب. اه صح، فاكر الشيلان بتاعت ماما؟ آه. دي حكاية، انا مستنية تعزم في اي مناسبة كبيرة علشان البس حاجة منها. يا ريت تعزميني انا كمان، عندي فولير حلوة كتير عبارة البسها. المنك الطبيعي اللي جبت لي الماما. على اذنكم. اتفضل. اهلا وسهلا، اهلا بيكي. نهارك سعيد يا دكتور. نهارك سعيد، تفضلي. عزيز تفضلي. تفضلي يا عزيز. اهلا وسهلا. ده نعناع زرع بيتي، انا خدت بالي ان ما عندكيش في الجنينه فقلت تزرعيه عندك وبالليل تقطفي منه وتغليه وتشربيه للبنت عشان تهدى وتنام بدل ما هي صرخه فوق وصرخه تحت. حضرتك تعبتي نفسك كده ليه؟ خيريه ابدا ابدا. اهلا صدقي بيه. اهلا، ازي حضرتك؟ بلبوله. ازيك يا طنط؟ اهلا بحضرتك. ازيك يا حبيبتي؟ ما تقابلناش بقالنا كتير. اه اخبارك يا عزيز؟ الحمد لله. اتاخرت؟ لا لا ابدا، اتفضلي. نبيها. ازيك يا عايده؟ ما كانش ليه لزوم.
لا ابدا ما فيش حاجه. ليه وهي عايده نايطه تلاقيها جايبه لها فضلات المحل؟ ما فيش تعب ولا حاجه يا فريد. ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. ازيك يا عزيز؟ ازاي حضرتك؟ اهلا. ازيك يا سوريا؟ ازيك يا طنط؟ ازيك يا حبيبتي؟ بس طنط ايه؟ ما خلاص كبرتي بقى. مهما كبرت هتفضلي حضرتك الكبيره. ازيك يا نبيله؟ ازيك يا حبيبتي؟ الاخبار؟ تخيل يا صدقي بيه، شجرة الليمون اللي زرعتها بناء على كلامكم لحد دلوقتي لسه ما طرحتش. معقولة؟ تعال بص بنفسك. يلا يلا يا عزيز. لوين؟ هاخدها مع الجنينة. طيب ممكن بعد الغداء؟ لأنه الأكل صار على السفرة. يلا تفضلوا الغداء جاهز. تفضل. تفضل. تفضل يا عزيز. تفضلوا. سيدي بيه اتفضل. شكرا. لو ظهروا مع فريد على الجنينه كان ما خلص النهار. فريد هيك بس يحط شي براسه وبيبطل يفكر بشي تاني. طيب خلنا ايه عيد النهارده؟ عملت لكم اكل لبناني، ان شاء الله بتحبوه. بموت في الاكل اللبناني، الوحيد اللي بينافس الطلياني. ولو المصري مش عاجب قاعدين له ليه؟ طريق أخره صراط.
أنا مدمنة. أعراض الانسحاب.